وصحبه ومن والاه، نظرا لأن الكلمات الغريبة كثيرة جدا في سورتي الأنفال وبراءة، فسنكتفي بمراجعة هذين السورتين فقط، ومرة أخرى إن شاء الله نتوسع في المراجعة. الكلمات هي الآتية: الكلمة الأولى الأنفال، الأنفال ذات بينكم، كلمة ثانية ذات بينكم، وجلت قلوبهم، ذات الشوكة، ذات الشوكة، مردفين أو مردفين قراءتان، ثم رجز الشيطان، رجز بالزاي، ليربط أني معكم، أني معكم، شاقوا متحرفا، فتنة ليثبتوك، يمكر الله، مكاء وتصديع، مكاء وتصديع، سنة الأولين، يوم الفرقان، تذهب ريحكم، بطرا، بطرا، نكص على عقبيه، تثقفنهم، فشرد بهم، فانبذ إليهم، قوة حسبك الله، فإن حسبك الله، يثخن، فإن حسبك الله، هذه في آخر السورة، يثخن، يثخن، كتبتوها؟ يثخن. طيب، فأمكن منهم، هذه في سورة الأنفال، رأيتم كم فيها من كلمة، وعادة السورة المدنية كانت، لاحظوا كلماتها سهلة، سورة البقرة شوفوا كلماتها سهلة بسيطة، لكن هذه حرب لابد فيها من حرب أعصاب أساسا، واللغة هي تتطلب هذا. سورة براءة، سورة التوبة، نبدأ بأول كلمة براءة، براءة، أذان، أذان، وأذان من الله ورسوله، أذان، لم ينقصوكم، لم يظاهروا، احصروهم، كل مرصد، يظهروا عليكم، فرق يظاهروا ويظهروا عليكم، يظهروا عليكم، لا يرقبوا إلا
ذمة. مهم جدا الكلمة ذمة تكون واضحة، إلا نحدها وذمة وحدها. غيظ قلوبهم، غيظ قلوبهم، وليجة، وليجة. فتربصوا، سكينته، نجس، المشركون نجس. خفتم عيلة، الجزية، عن يد. يضاهون أو يضاهئون، قراءتان. النسي، النسي. انفروا، فيها قراءتان، نسي أيضا، النسي والنسيء. انفروا لصاحبه، لصاحبه. عرضا قريبا، عرضا قريبا، عرضا قريبا. سفرا قاصدا، الشقة. انبعاثهم، فثبطهم. خبالا، خبالا. لأوضعوا خلالكم، كل هذه ما معنى لأوضعوا خلالكم؟ الحسنيين، يفرقون، قوم يفرقون. ملجأ، بس عاد قد تبدو الكلمة سهلة لكن نساش. ملجأ، الملجأ، من لا يعرف الملجأ؟ لكن ليس الملاجئ هذه، ملجأ. يجمحون، يجمحون. يلمزك، يلمزك. في الرقاب، الغارمين. في سبيل الله، بخلاقهم، هذه أضيفها الآن، مهم جدا أن نشرحها. استمتعوا بخلاقهم، بخلاقهم. ثم المكتفكات، يلمزون. رأينا أختها، أي نعم صحيح، نفس الشيء صحيح. فمسش خلاف رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف رسول الله. المعذرون، المعذرون. أجدروا، جاءتنا الكلمة أجدروا. مردوا على النفاق، مردوا على النفاق. هذه مش كما تمرد، بمعنى لا، تزكيهم بها، تزكيهم بها. صل عليهم، صل عليهم. مرجون، ضرارا، مسجدا ضرارا، ضرارا. إرصادا، إرصادا. مرققة ولا مفخمة؟ مفخمة، أي نعم، دون نقاش. طيب،
على شفا جرف. هار السائحون. لأواه ساعة العسرة. لا يرغبوا بأنفسهم. لا يرغبوا بأنفسهم. نصب. نصب مخمصة. من أصعب الكلمات نطقها هذه. حرف مرقق، حرف مفخم، حرف مرقق، حرف مفخم، بل مطبق أصل ومستعمل. أي نعم سيدي. قريب الكمن. عزيز عليه. وأخيرا ما عنتم. ما شاء الله ريت كلمات كثيرة جدا وهي سميناها غريبة. فما واحد الله يجزيه خير قاعد يتبع فينا في هالدروس هذه قال تفاجأت شيء هذا غريب القرآن يا أخي. القرآن غريب هو ولا لهالدرجة؟ قعدت نفسر له ونقول له راه لا المقصود بها راهو معناها الكلمات اللي هي تبدو لنا غريبة لأنها قليلة الاستعمال كان العرب يفهمونها. للأسف لغتنا لم نتعود عليها منذ خلقنا وكبرنا. النتيجة ولا تغريبة علينا احنا يلزمنا نتعلمها. هذه هي مادة غريب القرآن، يعني بلغة أخرى تفسير كلمة بكلمة أو توضيح معنى كلمة غير متداولة كثيرا عندنا. على بركة الله يظهر لي ربع ساعة تكفيكم ولا لا؟ طيب أبدأ واخذ معنا رواحكم. أنت ستجد صعوبة في بعض الكلمات خاطر ما حضرتش معنا. يمكن أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وبالكتاب وقت اللي تعجز تلقى كلمة صعبة. مثل فرصة للمراجعة مثل شوية، لا حرج في ذلك. ما أنك غبت في الحصة رغم أن مش حجة لي. ما مسألة.
ما زلت بعيد شيخ؟ ما شاء الله كثرت عليكم بظهر الكلمات. لا غالب هذه السورة سبحان الله فيها كلمات كثيرة تحتاج إلى بيان، ولا يعقل أن لا تكون واضحة. مهم جدا. سلت بعيد ما شاء الله عليك. بالامتحان كل ما صرت بفرض Thank you.
ده نصلحه نصلحه ولا مزال؟ مزال ده ما شاء الله عليكم كفرت عليكم أنا. أي نجس ميم حس مش حافظ الآية. أي المشركون نجس مش معنى المشركون نجس هكي سهلة أربطها حطها في سياقها باش تعرف شو المقصود المشركون نجس فتنة في فتنة في سورة الأنفال وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة مش هكي ولكن معناها مش بشي تبدل هنا فتنة الفتنة الأخرى لا لا صحيح عندكم حق عندكم حق المعنى يتبدل صح مش كيف كيف لا اختنا فتنة متاع هذه أموالكم وأولادكم فتنة طيب مش فتنة أخرى فتنة أخرى يولي عندها معنى بعدها بشوية هي مش بعيدة عليها بعدها بآيتين أي بعدها بآية بتلقاها فتنة مذكورة مرتي
الشيخ كملهم كله أغلبهم صح. الله عليه إن شاء الله. مازال كبار شيء كلمات سيدي. لا فايز قدر ما حضرت. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. شو عملت شيخ؟ حليت الكتاب طريف ولا شيء كل عود فاع. طيب بس نبدأ على بركة الله. نبدأ بالكلمة الأولى الأنفال. كيف شرحتها؟ غنائم. نعم هنا غنائم بدر. غنائم بدر تحديدا غنائم بدر. طيب كلمة وهي ذات بينكم شيخ الأحوال التي يتم بها اتصالكم. نعم الأحوال التي يتم بها اتصالكم وإلا ذات بينكم. كيف شرحتها؟ ذات بينكم فيما بينكم تقريبا ذات بينكم الأحوال التي يقع بها اتصالكم. نعم هكذا. طيب ثم وجلت قلوبهم شيء رقت. نعم وإلا رقت قلوبهم ارتعدت معلش لا بمعنى رقت وبمعنى فزعت ماشية بنفس المعنى وجلت قلوب علاش لأن فيها استعظام واستحضار لقوة الله وأيضا لعظمة الله وهيبته صحيح ماشية في الزوز معنا. طيب يتوكلون ما عطيتها لكم ثم ذات الشوكة أيوة لا انفاب. طيب ذات الشوكة ذات السلاح ذات السلاح ذات السلاح ذات السلاح. طيب يا سيدي ثم مردفين شيخ مردفين ملحقين يتبع بعضهم بعضا هكا أولى. كيف فسرتها؟ لا مردفين ردفه يعني وراءه بعده واحدة ردف الأخرى يعني تلوى بعضه بعض. ثم رجز الشيطان رجز المكر تقريبا مش بالضبط أي؟ شيخ رجز الشيطان كيف فسرتها بالزاي رجز الشيطاني وسوسة الشيطان. نعم هكذا أولى إذن وسوسة الشيطان وسوسة الشيطان به ليربط ليربط الشيخ برعتنا ليربط ليثبت نعم ليثبت وإلا ليطمئن هنا أقوى من يطمئن يعني يشد يشد ويقوي باليقين وبالصبر إلى آخره ليربط على قلوبكم يعني ليشدها ليقوي إيمانكم ويقينكم. طيب ثم أني معكم شيخ ما شرح أني معكم أني ناصركم. نعم وإلى معكم معينكم نعم نصيركم معينكم لا حرج في ذلك. طيب كلمة شاقوا كيف فسرتها شيخ؟ خالفوا. طيب خالفوا عاندوا وعادوا نعم هنا شاقوا بمعنى خالفوا حاربوا ربما تقول عصوا أكثر يعني خالفوا بمعنى العصيان هنا خالفوا وعصوا لكم الزوج أما حاربوا لا مش من هنا أما هي شاقوا هكذا تكون متحرفا شيخ مائلا وإلا أن يفر بنية الكرب مرة ثانية هكذا أولى هو مظهرا الفرار زعم هارب مظهرا الفرار لكن خدعة ثم يكر عليهم من جديد هذا شو معناها متحرفا للقتال إذا متحرفا يعني مظهرا الفرار خدعة. طيب إذن ثم بعد ذلك الكلمة الموالية هي فتنة واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة كلمة فتنة هنا ابتلاء نعم محنة أو
ينجم يكون سبب في الإثم وفي العقاب أيضا. ابتلاء هو اختبار. قال تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة يعني ابتلاء وامتحان. هذا ايش معناها الفتنة؟ بينما فتنة الأخرى في الآية اللي بعدها بمعنى هي الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. به ليثبتوك. وين وصلنا؟ ديما نمشي هكا. ترى شيخ ليثبتوك ليقيدوك. وإلا ليقيدوك ليحبسوك وليقيدوك نفس المعنى. الزوز معاني صحيح. وإذا قلنا ليقيدوك قولوا بالوثاق الربط هكا. به يمكر الله. سبحان الله كيف يمكر الله شيخ؟ يعاملهم بصنيع مكرهم. نعم يعاملهم معاملة الماكرين بصنيع مكرهم من جنس ما عملوهم. هذا المقصود به. يدبر الله في إبطال مكرهم. نعم لا حرج. يجازيهم بمكرهم لا حرج في ذلك. مكاء وتصدية. نرجع للشيخ. مكاء وتصدية ما معنى مكاء وتصدية؟ أي هذه مكاء تصدية هي التصفيق. ومكاء شنية؟ الصفير. يعطيك الصح. مكاء يعني صفيرا وتصدية يعني تصفيقا. هكذا واليوم بعضهم الزوز. مكاء وتصدية يعني صفيرا وتصفيقا. سنة الأولين. سنتهم سنة الأولين الطريقة هنا. وإلا هنا بمعنى العادة. دأبهم وعادتهم هذا المقصود بسنة الأولين اللي هي تكذيب المرسلين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كما قالوا سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح نفس الكلام يعود فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سنة الأولين يعني عادتهم في تكذيب الرسل. يوم الفرقان شيخ. يوم الفرقان شيخ. يوم المواجهة. صحيح يوم بدر. يوم المواجهة. مش بالضبط. يوم بدر. يوم بدر صحيح. إن ما سمي بيوم الفرقان. أي نعم نعم. الفرقان بين الحق والباطل. يظهر الحق والباطل على سمي. أي نعم. وقصد به هنا يوم بدر. صحيح كلامكم وقت اللي قتلوا بدر. به. ثم بطرا. بطرا. أقبلها تذهب ريحكم. صحيح تذهب ريحكم. تتلاشى قوتكم أو دولتكم. نعم تتلاشى قوتكم تتلاشى دولتكم تتلاشى قوتكم. طيب. ثم بطرا. نرجع شيخ. قرهن. لا هم خرجوا بطرا. طغيانا أو الأولى هذا ظلما. ظلما رياء. رياء. طيب وهنا بمعنى بمعنى التكبر ومعنى الاستعلاء ومعنى الفخر ومعنى الطغيان أيضا. اللي قال طغيان صحيح ما يشغل. واللي قال تكبر والفخر والنلاشر وهذا هم الوش خارجين هم. به نكس على عقبيه. انقلب أدبر وفر. هكا أولى. إذن ولا مدبرا أدبر وفر. نكس على عقبيه يعني قال خطين يعني. طيب تثقفنهم شيخ. تثقف تجدنهم تدركنهم تجدنهم تتمكن منهم. نعم هنا بمعنى تظفر بهم وإلا تصادفهم. هذا بمعنى تثقفنهم. ما لا مش غلط مش غلط. إنما تجدهم في طريقك هكذا ممكن تولي أصح. مش غلطة. تجد تصادفهم تجدهم يعني. شيخ الكلمة المولية فشرد. نعم خوف بهم. خوف بهم صحيح هذا معنى. وإلا فرق هي فرق لكن من خلفهم يعني من وراءهم مع بلغة أخرى يولي يخوفهم ويبعث في قلوبهم رعب. قل واسمع رد بالك هك المسلمين لا تدور بهم ولا تقرب بهم. هذا ما معنى شرد بهم من خلفهم يعني فرق بهم من خلفهم بدد بهم من خلفهم وإلا خوف بهم من خلفهم. المعاني صحيح كلها. معاني الخوف تخويف. تخويف صحيحة. ومعاني التفريق صحيح. ثم قال فانبذ إليهم.
شيخ فانبذ. لا شيخ قال لا قال فانبذ إليهم على سواء فما عهد. نعم فانبذ إليهم شيخ انتقاض عهدهم. نعم إذن هنا يعني اطرح إليهم عهدهم. يعني وش معناها؟ يعني انتهى، يعني اقطع العهد الذي بينك وبينهم وبالتالي حاربهم. علاش تلقاو كلمة حاربهم وتلقاو اطرح إليهم عهدهم؟ يعني انتهى العهد الذي بينكم قد انقضى، اطرح إليهم عهدهم. ثم قوة، من قوة، كيف القوة؟ الجيش، العتاد، العتاد، عتاد الجيش، كل ما يتقوى به في الحرب، هذا من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما يتقوى به في الحرب. فإن حسبك الله، شيخ، كافيك الله، كافيك الله يكفيك، هكا فسرته؟ طيب كافي. ثم حتى يثخن في الأرض، ما معنى يثخن؟ يكثر، نعم يكثر ماذا؟ القتل. نعم هذا بالضبط، يعني يبالغ في القتل. لماذا؟ حتى يكون درس قاسي جدا لهؤلاء الذين يطمعون في تهديد الدولة وفي استضعافها، باش تقعد الدولة على هيبتها. هذا هو المقصود. مشيش لبالكم أن الآية تخاطب الأفراد ونبدأ ننظر للإرهاب ولتقتيل الناس، أبدا ليست الآية في هذه السياق، وإنما المخاطب بها الدولة يلزمها تكون شوكتها مهابة، والدولة اللي ما عندهاش هيبة كل واحد يطمع فيها. شوفوا تونس عام 1881 شنو اللي جرالها، والجزائر عام 1830 شنو جرالها، وربي بقي الستر وكاول يقول لكم. قال فأمكن منهم، فأمكن منهم وإلا أي فأمكن منهم، لا مش بالضبط، مكن المؤمنين ونصرهم عليهم. نعم هذا بالضبط، إذن أقدرك عليهم يعني مكن المؤمنين منهم، هذه مكن، أمكن ومكن نفس الشيء. هذه بالنسبة لسورة الأنفال. طيب باهي شنو رايكم نصلي المغرب ونرجع؟ ونرجع وما خط مش هو اللي مخرة، نعم نخرج الست يعني نصلي ونرجع للدرس، يعني ما قلنا شيء اليوم. الله يبارك لكم. خلاص نصلي. الله تعالى نواصل الكلمة الموالية هي براءة من الله. ما معنى براءة؟ كيف فسرتها شيخ؟ براءة أو تبرؤ. نعم شيخ، إخراجهم من معية الله ورسوله. لا يعني هو شيخ فسر براءة بتبرؤ. نعم براءة بتبرؤ، ولكن فسرها أيضا بالتباعد. تباعد من الله، يعني أنهم أبعدوا عن الله تعالى منه. كيفاش أنت زدتها سيدي الشيخ؟ إخراجهم من معية الله. نعم طيب، نعم لماذا؟ لأن الله متبرئ منهم. طيب. ثم أذان، إعلام، 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 نعم إعلام. لم ينقصوكم، لم ينقضوا عهدكم، لم ينقضوا عهدكم، لم ينقضوا عهدكم. ثم لم يظاهروا، لم يعينوا، لم يعينوا، لم يعينوا عليكم. نعم طيب احصروهم، نرجع، احيطوا بهم من كل جانب، احيطوا بهم من كل جانب، والا احبسوهم، ضيقوا عليهم من كل جانب. نعم لما ضيقوا، نعم هكذا منعوهم إذن من التصرف في البلاد. قال واقعدوا لهم كل مرصد. ما معنى كل مرصد؟ كل مكان وكل ثغر، كل مكان، كل ثغر، كل طريق، كل ممر. نعم ثم يظهروا عليكم. نعم شيخ، يظهروا عليكم، يظهروا بكم، يظهروا بكم، هكذا أولى، يعني ينتصروا عليكم. هذا ايش معناه؟ هكذا فسرته؟ يتمكنوا منكم. نعم لا يرقبوا، كيف فسرته؟ لا يرقبوا، لا يرقبوا،
لا يراعوا فيه. لا يراعوا، نعم هكذا، لا يراعوا. إلا ما الإلو؟ القرابة. القرابة أو الرحم أو العهد أيضا. نعم، والذمة، الذمة هي العهد أساسا. إذن لا رحما لا قرابة ولا عهدا، هكذا ربما أولى تفسر. إلا من لا يفسر القرابة. صحيح، الأولى أن تكون بالرحم والقرابة، هذه في الإل. وأما الذمة فهي العهد أو الأمان أو الضمان إلى آخره. طيب، غيظ قلوبهم، غيظ قلوبهم حقدهم، نعم، ولا الغضب، نعم غضب القلوب. كيف فسرت شيخ؟ بغضهم غضبهم، ذلك الإحساس، نعم، بالغضب الشديد الذي يجدونه في قلوبهم. وليجة، ما الوليجة؟ البطانة، وإلا والمعين والأولياء، نعم هذا إيش معناها الولي وليجة. ثم فتربصوا، تربصوا انتظروا، تمهلوا وانتظروا، انتظروا ترقبوا، نعم ماشي بنفس المعاني. سكينته، شكون الشيخ؟ طمأنينة، الطمأنينة، والأمانة. طيب، نجس، المشركون نجس، كيف فسرت نجس؟ ليسوا بطاهرين، يعني نعم خبيثون، وإلا قذر، شيء قذر لفساد بواطنهم. ما كان مش معناها من مسخين، من مسخين وسخ الداخلي، وهو كذلك معنوي. خفتم عيلة، ما العيلة شيخ؟ الفقر والخصاصة، وإلا الفقر وكساد التجارة. نعم، وكساد التجارة ضبط، خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. الجزية، الغرامة، لا فدية، مش فدية، نوع من الضريبة، هي فعل مال أهل الكتاب، ضريبة يؤديها أهل الكتاب. نعم، ضريبة يعني، أو تسمى أيضا خراج مقدر على الرؤوس، مش على الأرض لا، وإنما على الرؤوس، منها على كل شخص، هذه ضريبة شخصية على كل فرد. عن يد، عن قوة وقهر، عن قهر وقوة، نعم هي بالنسبة إلى المسلمين عن قوة وقهر، صحيح، وبالنسبة إليهم انقياد يولي وهم صاغرون. نعم صحيح، وهم صاغرون يعني منقادون، يولي يد، اليد هي القوة في العربية، السماء بنيناها بأيد قال تعالى، واليد عندها معنى القوة وعندها معنى النعمة في العرب، يقول عندي يد على فلان يعني نعمة، هنا وهنا يضرب بيد يعني بقوة. يضاهون أو يضاهئون شيخ، يشابهون هكا أولى، يماثلون، يشابهون، نفس الشيء شيخ. طيب، ثم النسيء، النسيء يؤخرون ويغيرون شهر الحرام بالآخر، نعم التأخير، فهذه اللي هو الشهر الجاي، داخل الشهر الجاي هو محرم، أي تعش كيفاش نأجلوه المحرم للشهر اللي بعده، ولا اللي بعد اللي بعد، خلينا نكملوا حربنا وندمروه ومن بعد يدخل الشهر، هكذا يبدلون الشهر بشهر. إذن هو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر. انفروا، أي نعم، وإلا اخرجوا للحرب، اخرجوا للغزو للحرب، هنا المقصود بها اساسا تبوك، غزو تبوك. يقول لصاحبه، من صاحبه؟ ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق اجماعا واتفاقا. لو كان عرضا قريبا، منالا سهلا، منالا سهلا، منالا سهلا، او مغنما سهلا للمأخذ، هذا المقصود. لو كان عرضا مغنما يعني غنيمه قريبه، سهله غنيمه سهله. سفرا قاصدا، شيخ سفرا قاصدا، لا سفر من أجل الدنيا، لا أي نعم هكا متوسطا، هذا ايش معناه قاصدا، من قصد الشيء هنا بمعنى أنه توسطه بين بين، سفرا قاصدا معناها متوسطا بين القريب والبعيد. لكن بعدت عليهم الشقة، ما الشقة؟ المسافة التي تقطع بمشقة، نعم هي المسافة التي تقطع بمشقة، مسافة طويلة تقطع بمشقة.
كره الله انبعاثهم شيخ خروجهم نعم للغزو معكم، هذا المقصود بها انبعاثهم يعني خروجهم للغزو معكم، هكا فسرت انبعاثهم مش يوم القيامة المقصود، لا انبعاثهم يعني خروجهم. فثبتهم شيخ قعدهم يعني أي وإلا حبسهم وجعلهم يبقون ويمنعهم من الخروج. نعم عوقهم ومنعهم من الخروج. طيب نعم أحبط عزيمتهم هنا، زادوا خبالة فتنة الجبن والتفرقة. الجبن والتفرقة نعم، هو كلمة خبال يعني شرا وفسادا وجبنا وعندها بمعنى العجز أيضا. خبالة ممكن ممكن تتجه نحو هذا المعنى، أما هما مش يجيوا يدخلوا بين المؤمنين هم مش يحطوا لهم عزايمهم ويجبدوا معاهم أخرين وكلهم لو حاليكم ما قيتوا متقاضي وتوتموتوا وخليتوا وليداتكم وخليتوا زوجاتكم وخليتوا الدنيا هكا الشيطان اشتعد يعني لأوضعوا خلالكم هذه أخطر من الكل. أوضعوا ينشرون النميمة والفتنة بينهم. أي نعم بالضبط، يزرعون الفتن والنمائم لإفساد ذات البين باش يعركوهم في بعضهم، هذا لأوضعوا خلاله. لا لا أوضعوا معناها أسرعوا بينكم بالنمائم، هذا شو المعنى أسرعوا بالنمائم يعني إفساد ذات البين يعني أسرعوا بإفساد العلاقات ما بيناتكم، هذا المقصود به أوضعوا خلالكم. يبغونكم الفتنة هم فيكم سماعون لهم لا حول ولا قوة. المشكلة أن فيهم شكون قاعد يسمع، ما هذه المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة حتى هاكم تشوفوا في حياتنا العادية واحد يطلع بطلعة ولو فاسدة وما عندها حتى معنى، لكن مع هذا تلقى شكون يسمع وشكون يتبع وشكون يقول صحيح. هكذا البشر. إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. طيب قوم يفرقون شيخ لا ولا فيها معنى، لكن هنا يا قوم يفرقون قوم يفرقون أي من صحيح فيها معنى هذا، وفما تكون تجه إلى هذا وكعلاش الشيخ مخلوف عمل زوز معاني. نعم فما بمعنى يخافون فما بمعنى ينافقون، ولكن ينافقون تقية يعني يخافون فيضطرون إلى أن يمالئوا ويسايروا. إذن اللي فسرها بينافقون صحيحة، واللي فسرها بيخافون منكم فينافقون تقية هكا الأصح، تتربط هذه بهذه. ملجأنا ومدخرة يجمحون ملجأ أين؟ صحيح ملجأ ما الملجأ؟ مهرب الحصن نعم الذي يلجأون إليه ويتحصنون منه، قل يتحصن فيه يعني خبوا روحهم يلجأون إليه، إذا معقلا يلجأون إليه. لكنهم يجمحون يعني نعم يسارعون في الدخول إلى هذا الملجأ أو مغارات التي وجدونها أو هذا المدخل. لو قلت لكم اشرحوا المدخل خير أما مساش. طيب مدخلا يعني سربا في الأرض يعني جحر يتخبأ في كل البقية الجرذان ما تبح الله المستعان. يجمعون إذن يدخلون فيه. ومنهم من يلمزك في الصدقات شيخ نعم يعيبك ويطعن عليك بقوله هذا في الرقاب. ما الرقاب؟ الأسرى أو العبيد. نعم الأسرى أو العبيد لفكهم معناها لتحريرهم، هذا شنو المقصود به يعني عتق العبيد وإلا فك الأسر. والغارمين ما الغارمون يا شيخ؟ المدينون نعم الغارقون بالدين الذين لا يستطيعون قضاء لا يجدون قضاء، الغالب تسلى في فلوس الناس وحجز من يمشي رجح مشروعه فلس ولا الله أعلم به شنو، هذا له حق من مال الزكاة. علاش؟ أولا باش ينقذ كشخص هكا وعنده حرمة وعنده كرامة وعنده عرض مهما يكون وعنده وليدات وعنده عائلة، والآخر زاد لرحمه وعطاه
ما يتعاقبش زاد أول مرة جاء يقول ما عاد عاطي حد ونسكر باب الخير بكل، فيعطى من مال الزكاة حتى ينجو هذا وينجو ذاك. قال وفي سبيل الله الجهاد، وإلا في جميع أنواع وجوه الخير قربة إلى الله سبحانه وتعالى. مهم هالتفسير هذا. ولو الأولى أن نمشي فيه خير، وحتى الكثير من المالكية توجهوا إليه. علاش؟ يقول لك مثلا كتاب، مش تعطي فلوس الكتاب، وإلا المدرسة قرآنية، وإلا جمعية خيرية. يقول لك هذا كله في سبيل الله. اليوم بالآية في سبيل الله اليوم في تونس، هاو عندك الآية في سبيل، هل ستعطل هذه الآية ولا تمشي جزرنا وتقول له جبت لك زكاة خذها؟ شوف المصارف أي صح. إذا حتى وبما أنها داخلة في سبيل الله وهذا كله في سبيل، مثال لا نعطلها، ولو أن هناك رأيا فيها والأولى إمضاؤها، وخصوصا ما فيه الخير، وهو أفضل الجهاد أن تنشر القرآن وتنشر كلام الله، ما تتحرجوش منها. فيها مسألة فقهية نعرف. قول الآخر لو كان في جميع قب لما كان قول الغارمين وتعدادها ثمانية له فائدة، لأن كلها قرب. مثل هي وجهة. قال إنما الصدقات مثل هو بيده، ورغم الشيخ هو بيده ذكره وذكره حتى من قبل الشيخ محمد عبده. قد تقول لي هؤلاء لا يلتزمون بمذهب ما، صحيح، ولكن اللي مطلع منكم على أحكام الحج شوف قداش تركنا مذهب مالك وأخذنا رأي غيره. شوفوا في الزكاة اليوم الخبراء متاع الزكاة تركوا رأي مالك، فك الخضروات وفك الحكاية. شنو يقول لك اللي يمشي يزرع طرف شعير متاع 100 و200 دينار و500 دينار مطالب بالزكاة، والآخر يزرع في الفراولة يضرب منه 600 و500 مليون ومش مطالب بالزكاة، معقول هذا؟ فيقول لك أنا أترك رأي مالك، رأي مالك على الرأس والعين، ويأخذ به من اقتنع به، أنا لا يقنعني. على كل حال مانيش أنا باش نتهم لا المذهب المالكي ولا غيره، ولكن الإنسان هذا رأي فقهي له مستنده، هذا له مستنده، والآية تحتمل. قد تقول لي ما لا وقتها ما عدتش ثمانية، لكن ما ربي ما قالش ثمانية، قال في وفي سبيل الله، إذا أدخلها من ضمن الثمانية في سبيل الله جميع القرب بما فيه من هذا وهذا وهذا. على كل حال الأمر هين، لا تهتم كثيرا بما أنه موجود. هو رأي وبصراحة يا أخي إيش به، شنو المانع؟ على كل حال أنا رغم أني مالكي في مجملي، ولكن مع ذلك إيش به، كيف نلقى قول قوي شوية في مجال آخر والله لا حرج فيه. مانيش اللخمي ولا نوصل حتى لشطر اللخمي، قالوا كما مزق اللخمي ومذهب مالكي، مشهورة الكلمة. على كل حال لكن مثلش، وهو بيد الإمام مالك يقول يؤخذ من كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ونحن تلامذته. مثلش نحن تلامذة مالك ومتمسكون بقول مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد، ما يلوموناش برش، ما يلوموناش برش، الحمد لله نحب مالك، لكن ما ناش متعصبين لدرجة أن ما يقوله فقط هو الحق. أمام الساج قال في سبيل الله، وحتى الشيخ مخلوف أعطانا المعنى هذا، قال فيها احتمالات أخرى ما نسكروش الباب زادة سبحان الله. يقولون هو أذن أو هو أذن، عندها زوز معاني. إذا في سبيل الله إما في الغزو وإلا في جميع القرب، جميع القرب جميع ما يتقرب به إلى الله. باهي سيدي. قال لا أذن ما أعطيتها لكمش. نعم هو ما معناها أذن؟ يسمع كل ما يقال له ويصدقه، لغتنا أحنا وذيني. شوف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم وذيني، يعني أن يعطي في أذنه لكل واحد ويسمع في كل واحد ويصدق فيه.
قال ربي سبحانه وتعالى قل أذن خير لكم. الحمد لله. المنافقين هو وفيكم سمعون. لا هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخلوا في سماعون معنى يقولوا سماع كيف نعم كانوا يعتذرون وكان يقبل منهم ويدعيهم أي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله معناها رغم اللي يعرفهم اللي هما منافقين بالواحد لكن أما خير يعمل روحه درويش بعد ساعات الوحد وإلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه سبحان الله مقيدين عليه ما هم إلا مقيدين عليه. إذن بعد يقول استمتعوا بخلاقهم ما معنى استمتعوا بخلاقهم بحياتهم نصيبهم من متاع الدنيا ومن ملاذ الدنيا نعم نصيبهم من ملاذ الدنيا المؤتفكات من المؤتفكات المنقلبات هو المقصود بها قرى قوم لوط قال خلاف رسول الله ما معنى خلاف رسول الله مقبلها نعم الذين يلمزون المؤمنين يعيبونهم المقصود بها كالمنافقين اللي يجيب شوية يقول وكه واللي جايب واللي جاب برشا يتظاهر قدام العباد مسلم حد هكذا هم لا حول ولا قوة وما أكثرهم من غير ما نحكي بكم ما هي سيدي خلاف رسول الله شيخ مش بالضبط بعد خروج الرسول وإلا لأجل مخالفته زوز معاني إصحاح كيف فسر خروج معه أو مخالفته نعم هو الشيخ وقت اللي أنت خرجت وخالد لي الورقة وطلعت عليها كلها قلت لهم ما شاء الله عليه الشيخ جاوب عليهم الكل أغلبها ماشية في الصحيح والسليم والحمد لله الله يبارك باهي سيدي ثم المعذرون الذين يقدمون أعذارا كاذبة نعم المعتذرون بالأعذار الكاذبة الذين يقدمون الأعذار الكاذبة هو يمكن هكا يكون أولى الذين يقدمون الأعذار الكاذبة أجدروا أحق نعم وأحرى مرضوا على النفاق ما معنى مرضوا يعني تمرنوا عليه ودربوا عليه ولو فنانين في النفاق متفننين في النفاق هذا معناها مرض اي نعم بالضبط يعني دربوا عليه ولا كي تقول تدرب من هذا دربوا انتهى دربوا كملوا ولا واسينات لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إذا المقصود به هذا مرضوا على النفاق يعني مرنوا يعني أصبحوا متمرنين كملوا تزكيهم بها الزكاة هنا بمعنى تنمي أعمالهم وحسناتهم وأموالهم أيضا مش أعمالهم فقط يعني تنمي بها حسناتهم وأموالهم الحسنة بعشر أمثالها وكذلك الحمد لله يزكو مالهم ويصبح طاهرا طيبا بإخراج الزكاة منهم خذ من أموالهم صدقة قال وصلي عليه ادعو لهم أيوة مش معناها خذ الفلوس وصلي عليه صلاة الزناز أبدا صلي عليهم هنا بمعنى استغفر لهم يا رسول الله ادعو لهم واستغفر لهم وآخرون مرجون لأمر الله مرجون أي مؤخرون أفضل. نعم مرجون مؤخرون مسجدا ضرارا ضرار الشيخ مسجد نفاق وتدبير مكائد ومضارة لمسجد قباء نعم بالضبط إذا ضرارا يعني كيدا ومضارة وإلحاقا للضرر بالمؤمنين هذا المقصود به لأهل مسجد قباء صح وإرصادا لمن حارب إرصاد نعم صحيح ترقباً انتظاراً إعداداً إرصاداً حطوا مرصد فميكا باش يلموا هكا الناس اللي يحاربون الله ورسوله قال على شفا جرف شيخ البئر دون بناء نعم البئر لا هو البئر الذي لم يبنى بعده بالحجارة مازال التراب أقل مطر فيه بعض ساعات حتى من دون مطر يهرم وحده على شفا جرف إذن على حرف بئر لم تبنى بالحجارة
بئر لم تبنى بالحجارة. هارن يعني متصدع، أو قلتم لا لا هنا متهدم، متهدم. هير يعني متصدع متهدما. إذن فانهار. لا أول قبلها السائحون، السياحة شنية السياحة، مجاهدون وإلا صائمون، هذا زوز معاني فيه، سائح إما مجاهد وإلا بمعنى صائم، الزوز معاني موجودة. بالكبرى فيه معنى الميل كان هذه ولا فقط رواية؟ باهي هي سبحان الله صحيح ما عنده إمالة كبرى إلا في هذه الكلمة فقط، وثم إمالتها إنما من أجل الراء المكسورة المتطرفة كسائر القراء اللي عندهم الإمالات اللي هو ورش يعني عنده فيها التقليل، والدوري والبصري كله براويه أبو عمرو كله اللي عنده فيها الإمالة كبرى، ودوري الكسائي أيضا له فيها الإمالة الكبرى. من أجل ماذا؟ من أجل مش أقول لك تو، هل فيها توجيه؟ هي لا شك كما يقول زمخشري لغة من لغات العربي، يعني لهجة تعود بها. شنو السر من ورائها؟ فقط إلا هي من ذوات الراء، هكا الإشكال. إنما هي الرواية، وعلاش ورش ما عنده حتى إمالة كبرى، حتى إمالة كبرى إلا جي طه علاش هذا إيش قام فيه؟ يقول لك هكذا الرواية، هذا الأصل فيه. به أول هنا شرحناها هذه قبل، هذه ماذا بيه كثير التأوه، ماذا بيكم ماذا ما تحطوهاش؟ كثير التضرع، هذه أول. علاش نقولكم ما تحطوهاش؟ بين ما يمشيش البال برب تصوروا، إذا كان كثير التأوه إحنا نفهموها، يقول فلان كثير التأوه نهار كل آه راس آه كرشي آه درس نور آه هكاش عنا، فما نبي ريتو نبي بهالشكل هذا تيباش نبي هو يتولي صفة ذميمة، والنبي عمره لا يكون فيه صفة نقيصة بهالشكل هذا، الناس تهرب عليها أصلا. إذا مستحيل باش يكون المعنى هذا يا جماعة، ردوا بالكم. للأسف فما شكون يفسرها بالطريقة هذه، وصاحبنا فسرها لكن ما تفهموهاش بالشكل هذا. أكحلاش يقولوا هو أش قال؟ خوفا وشفقة، أو وشفقة من الله سبحانه وتعالى، كثير الخوف من الله. إذا نقول كثير التضرع يا رب، أي هكا مساج، يرون نبيا يكثر من يا رب، يا عظيم الجاه، يا كثير، يا عظيم الطول، يا ذا الجود والكرم، هذا هو معنى أول. لا يرغبوا بأنفسهم ساعة العسرة، آه صحيح ساعة العسرة شيخ، وقت الشدة ساعة العسرة أخوية، سميت غزوة العسرة وجيش العسرة إلى آخره. نعم المقصود بساعة العسرة وقت الشدة والضيق في تبوك، صحيح. لا يرغبوا بأنفسهم شيخ، شيخ لا يمنعوا أنفسهم عن التواجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هنا لا يرغبوا بأنفسهم، رغب عن الشيء بمعنى امتنع وترفع، إذن يعني لا يترفعوا بها ولا يصرفوها، رغب عن مش رغب في، صحيح هذا حرف جر لكن عكس بعضه، رغب في الشيء ورغب عنه ضد تولي. إذن معناها لا يرغبوا بأنفسهم، لا يترفعوا بها ولا يصرفوها، لا يمنعوها. معناها نصب، النصب هو التعب صحيح، المخمصة شدة الجوع، المجاعة، المجاعة. عزيز عليه، عزيز عليه، لا صعب، عزيز عليه، يقول والله عزز بي هذا ما أنا صعيب عليه برشا مش مقابلها، عزيز أي عزيز عليه ما عملتم، رغم مستصعب كيفيه جايب دعوة سهلة ما أحلاها كما هكا هم رافضينها ومش يدخلوا الجهنم يا رسول الله، عزيز عليه ما عنتم. شو معنى ما عنتم؟ ما يشق عليكم ويجهدكم، بالضبط. إذن ما عنتكم، ما شقتكم، ما يجهدكم. الحمد لله نجموش نقرأ على الأقل سورة يونس، أنا ماذا بيا نقرأ يونس وهود؟
هاي شيخنا تفضل. ممكن؟ هاي طيب. نعم. الله يبارك لكم ويحفظ. على الأقل نأخذ سورة اليوم. ما يشق عليكم؟ أي ما يشق عليكم؟ إحنا ويصعب. لا إحنا مشقتكم. مشقتكم خليها هذيك الشيخ. السورة نأخذ سورة يونس. السورة العاشرة سورة يونس وهي سورة مكية وعدد آياتها 900. شيخ يونس وإلى يونس؟ يونس نعم الله يفتح عليك. قدم صدق سابقة فضل ومنزلة رفيعة استوى على العرش استواء يليق به سبحانه والله أعلم به كيف. نعم. بالقسط بالعدل حميم ماء بالغ غاية الحرارة قدره منازل صير القمر ذا منازل يسير فيها لا يرجون لقاءنا لا يتوقعونه لإنكارهم البعث دعواهم دعاؤهم لقضي إليهم أجلهم لأهلكوا وأبيدوا في طغيانهم في تجاوزهم الحد في الكفر يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون الضر الجهد والبلاء والشدة. لاحظتش كلمات كثيرة تتردد؟ الحمد لله. نعم. دعانا لجنبه استغاث بنا لكشفه ملقا لجنبه. ما معنى ملقا؟ مطيش من تلك على جنب ملقا لجنبه الضر. أي نعم على ما هو متألم في العمل معك إن جميعا. أيوة. مر استمر على كفره ولم يتعظ القرون الأمم كقوم نوح وعاد وثمود ظلموا بالكفر وتكذيب الرسل جعلناكم خلائف استخلفناكم بعد إهلاك أولئك لا أدراكم به لا أعلمكم الله به بواسطة لا يفلح المجرمون لا يفوزون بمطلوب سبحانه تنزيها له تعالى ضراء مستهم نائبة أصابتهم الجوع والقحط لهم مكر دفع وطعن واستهزاء الله أسرع مكرا أعجل جزاء وعقوبة. لاحظ الكلمة مكر مكر ولكن ليست المكر الأولى هي المكر الثانية. ريح عاصف شديدة الهبوب أحيط بهم أحدق بهم الهلاك يبغون يفسدون مثل الحياة الدنيا حالها في سرعة تقضيها وزوالها زخرفها نضارتها وبهجتها بألوان النبات أمرنا ما يجتاحها من الآفات والعاهات حصيدا كالنبات المحسود بالمناجم. لاحظوا كلمة أمرنا لو كان نحيوها من السياق يولي عندها معنى آخر أمرنا بينما هنا فيها السياق هذا معناها ما يجتاحها في الحياة الدنيا من زخرف إلى آخره جاء أمرنا يعني هنا آفات وعاهات مدمرة لما هي كانت عليها من زخرف. حصيدة كالنبات المحصود بالمناجل لم تغن لم تمكث زروعها ولم تقم الحسنى المنزلة الحسنى الجنة زيادة النظر إلى وجه الله الكريم فيها. هنا عفوا هنا أخذها من حديث يبين أن ما معنى الحسنى وزيادة خطب قد تقول كلمة زيادة وين جاءت زيادة معناها النظر لا ننظر إلى السياق وإلى التفسير باش يكون معناها أوضح. زيادة لمحة هي واردة أيضا في سورة القيامة جوه يومئذ ناظرة إلى ربها يومئذ ناظرة. طيب تفضل يا سيدي. لا يرهق وجوههم لا يغشى وجوههم ولا يعلوها قتر غبار ما فيه سواد غبار ما فيه سواد. نعم هكذا. ذلة أثر هوان ما عاصم مانع يمنع سخطه وعذابه أغشيت وجوههم كسيت وألبست. نعم. مكانكم إلزموا مكانكم واثبتوا فيه فزيلنا بينهم فرقنا بينهم وقطعنا وصلهم تبلوا تخبروا أو تعلموا أو تعاين ربكم الحق الثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه فأنا تصرفون فكيف تستجيزون العدول عن الحق إلى الكفر والضلال حقت
ثبتت ووجبت فأن نعم سيدي تستجيزون يعني كيف تجيزون لأنفسك كيف تسمحون استجازه بمعنى وجده جائزا طلب الجواز والجواز يعني السماح كيف تسمحون لأنفسكم بالعدول هذا معنى تستجيزون العدول يعني الرجوع عدل عن الحق يعني رجع عنه ولم يمضي فيه عدل يعني بمعنى الرفض هنا الرفض والرجوع هو أحيانا يشرح الكلمة بشيء صعب فأنا تكفكون فكيف تصرفون عن طريق الرشد لا يهدي لا يهتدي بنفسه يأتيهم تأويله يتبين لهم عاقبته ومآل وعيده ينظر إليك يعاين دلائل نبوتك الواضحة بالقسط بالعدل في الدنيا أو يوم الجزاء أرأيتم أخبروني عن عذاب الله بياتا وقت بيات أي ليلى الآن آلانا الآلان تؤمنون بوقوع العذاب فأنا تصرفون؟ نفس المعنى أي نعم تقريبا نفس المعنى ولكن هنا الصرف هو من مكان إلى مكان من الحق إلى الضلال يقول أنا تصرفون يعني كيف تسمحون لأنفسكم بأن ترفضوا الحق والعدل متجهين إلى الضلال والكفر فأنا تفكون فكيف تصرفون أي تفكون ما جاء من الإفك هو صحيح قد يكون فسرها بنفس المعنى لكن هذه من أن العملة هذه أنه يخرج من الحق ويتجه إلى الضلال وإلى البطلان هذا إفك واعتداء وافتراء على الله سبحانه وتعالى والمعنى في الأخير واحد يستنبئونك يستخبرونك مستهزئين عن العذاب إي وربي نعم وربي وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب أسروا الندامة أخفوا الغم والحسرة أرأيتم أخبروني أذن لكم أعلمكم بهذا التحليل والتحريم تفترون تكذبون في نسبة ذلك إليه تكون في شأن في أمر هام معتنى به تفيضون فيه تشرعون وتخوضون فيه ما يعزب ما يبعد وما يغيب مثقال ذرة وزن أصغر نملة أو هباء إن العزة لله إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إليه تعالى سبحانه تنزيها له تعالى عما نسبوه إليه سلطان حجة وبرهان كبر عليكم عظم وشق عليكم مقامي إقامتي بينكم دهرا طويلا فأجمعوا أمركم اعزموا وصمموا على كيدكم وشركاءكم مع شركائكم غمة ضيقا شديدا أو مبهما ملتبسا اقضوا إلي أدوا إلي ما تريدونه لا تنظرون لا تمهلوني جعلناهم خلائف يخلفون المغرقين نطبع نختم لتلفتنا لتلوينا وتصرفنا أن يفتنهم أن يبتليهم ويعذبهم لا تجعلنا فتنة موضع عذاب تبوأ لقومكما اتخذا واجعلا لهم قبلة مساجد نحو الكعبة أو مصلى نحو الكعبة مازل نحو الكعبة نعم هذا المشكل الخطاب لمن تذكروا في الليل أي نعم هذا سبق قلب سبق قلب هذه بلد فيها المرة اللي فاتت في الوقت قلت لك أنا مشيت للآية ما شاء الله عليك هذا لأن الآية إلى بني إسرائيل موسى وهارون حسب الآية نحو بيت المقدس أي نعم كل شيء قصد بالكعبة مش معناها لكن قال على الله الكعبة البيت الحرام هكا ولا الكعبة اسمع لما اسمها نعم نعم على كل حال مصلى ناخذ كلمة إما مساجد وإلا مصلى مصلى فلتكن مصلى اطمس على أموالهم أهلكها وأذهبها أو أتلفها
اشدد على قلوبهم، اطبع عليها بغيا وعدوى، ظلما واعتداء، آلان آلان تؤمن حين أيقمت بالهلاك، آية عبرة ونكالا، بوأنا أنزلنا وأسكننا، مبوأ صدق منزلا صالحا مرضيا، الممترين الشاكين المتزلزلين، عذاب الخزي الذل والهوان، يجعل الرجس العذاب أو السخط، أقم وجهك للدين، اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي، حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة كلها، بوكيل بحفيظ موكول إلي أمركم. إلي أمركم. طيب تنتبهون فقط إلى مسألة قوله قبلة، كلمة القبلة صحيح أن احنا نحو الكعبة، لكن الآية مش المقصود بها نحو الكعبة، تنتبهون إلى هذا الأمر فقط جزاكم الله تعالى خيرا. السورة طويلة شوية، سورة هود، نرجع إليها إن شاء الله شيخ سيدي. راجعوا هذه الكلمات الغريبة في سورة يونس، وإن شاء الله نرجع بمراجعة سورة البقرة كاملة، مش نعطيكم يونس والبقرة المرة الجاية إن شاء الله. معناها الكلمات الغريبة، ناخذ كلمات، ما نكثرش عليكم كيف اليوم. باهي سيدي الله يبارك، أنا في الامتحان نعطيكم 40 كلمة إن شاء الله. باهي 40 شوية؟ مش يسهل علي، مش يسهل علي في الإصلاح، على كل كلمة على نصف، كل كلمة على نصف. يعني مش نعطيكم 80 كلمة على كل كلمة على ربع. ما تحبوا هكيك هكيك فليكن. يعني امتحان سوداسي في السودان في شهر جامد ان شاء الله. كم مسؤول الاصل انه يكون كملنا الكتاب حسب البرنامج اللي ريته، حتى سوره الاسراء نهايه سوره الاسراء نصف نصف نصف. ما نقول لك في نصف القران. اذا كان ما تنشوف الشيخ مراد، اذا كان تراو ان نكملوا القران خير الكل نكمل، خاطر قالي كمل لهم من حسب المقرر وابدا قريهم الشاطبي. ما هو باذن الله يكمل هو احنا ما شاء الله قاعدين نتقدموا الحمد لله. اللي تراو ابنائي اللي تشوفوا تحبوا ناخذ كيما قال البرنامج، تحبوا نستفيد، انا ناكد لكم كي نكملوا الكل احنا مش نستفيد. ما تقولش انا قريت كان نصف القران برك ناخذ ما نعرفش ونولي وقتها، هاو واش نعمل؟ نقرأ كله إن شاء الله، ولكن الامتحان ما نعطيكم إلا على المقرر. ما هيش هيك؟ حتى على كل مثال الشيخ باش نكون أحنا باش نكون ما شاء الله. صحيح هو لفايدتنا والله بصراحة، تقول القرآن كل الفايدة بالفايدة، وتقول رحم الله نهار واحد قرانا هكا غادي القرآن سلكة واحدة لأول مرة تصير في تونس هذه بصراحة. لو إن شاء الله لو كملت بإذن الله كملت. الله يسر، جزاكم الله تعالى خير.